السلام عليكم. بهذا الدرس راح نشرح عن الخوارزمية الـ JF with arrival time. إذا عندنا مجموعة مهام، كل مهمة تحتوي على arrival time إلها وتحتوي على burst time. طبعا راح تكون هذه أصعب شيء، طبعا كل ما راح نتقدم بالدروس راح تكون الخوارزمية شوية تزداد صعوبتها. طبعا هنا راح تنفذ خوارزمية الـ JF with arrival time مع وقت وصول. شلون راح تكون عندي؟ أول شيء لازم أرتب العمليات على حسب الـ arrival time. راح أرتب العمليات على حسب الـ arrival time هنا. يعني خلينا نجي نفتح النوتباد ونفتهمها بالتفصيل. أول خوارزمية راح تكون عندي أرتبها، طبعا هنا ما أعرف في كبر حجم الخط أو لا. أوكي بولد. أول خوارزمية عندي راح أنفذها اللي هي B1. ليش B1؟ لأن arrival time لها جيد 0، burst time لها 7. أوكي أنا قاعد أرتب حاليا على حسب arrival time. ثاني مهمة راح تكون عندي اللي هي B2. ليش B2؟ طبعا لأن arrival time مالتها 2. إيش قد البيرس تايم لها؟ 4. ثالث مهمة راح تكون عندي 4. طبعا هنا بالصدفة اجون مرتبات على حسب الـ arrival time، هاي بالصدفة راح تكون عندي 4، بيرس تايم لها 5. ورابع مهمة اللي هي B4 راح تكون عندي الـ arrival time لها 5 والبيرس تايم 4. تمام. هس حاليا رتبنا على اساس شنو؟ على اساس arrival time. بعد ايش راح نجي نسوي؟ راح ناخذ اول عملية اللي هي B1. راح نقول له B1 اول عملية راح ناخذها B1، راح تنفذ B1. CPU جيد 0، جيد صار عندي 7، يعني burst time لها 7. هسه بعد ما نفذت اول عملية هنا راح اجي ارتب السبع دالة، هذه الدالة اسميها sort او اسميها compare، تقارن لي بين انه هذا البير الجد انا عندي CPU 7. هسه راح ارتب على اساس burst time بشرط انه يكون الارايفل اصغر او يساوي هذه 7، اصغر او يساوي CPU الواقف عليه. شنو هو الاصغر او يساوي 7؟ ايش عندنا؟ شنو اصغر او يساوي 7؟ اللي هن 2 4 5، الارايفل تايم 2 4 5، هن اصغر او يساوي 7. فعندي B2 B3 B4. تمام راح تجي B4. طبعا راح تجي عندي خوارزميات انه B2 B3 B4، تجي خوارزميات انه بيها اكثر من مهمة ومو شرط انه يكون كلهن اصغر، فراح تبقى واحدة اكبر عادي راح تتعالج بعدين. اذا اختارين هذني ايش راح يكون؟ ننزل انت، راح يكون كلهن اصغر من CPU تايم اللي هن 7. B2 B3 B4 الارايفل انهن كلهن اصغر من CPU تايم الاول طلعته. راح اجي ارتبهم على اساس شنو؟ على اساس البيرس تايم. على اساس البيرس تايم مش عندي عندي B3 راح تكون، بعدها راح تكون عند B2 4، بعدها راح تكون عند B4 ايضا 4. تمام. اذا لو حتى نفتهمها نكتب ملخص اكثر عنها. هنا طبعا بعد ما رتبنا راح نجي بعد الترتيب على اساس الارايفل تايم راح نرتب على اساس البيرس تايم، نرتب على اساس البيرس تايم بشرط ان يكون arrival time اصغر او يساوي CPU اللي اني واقف عليه، يعني هذا 7 انا ما وقفت، هذا 7 اللي هو راح يعتبر CPU، هنا راح تعتبر 8 بالنسبة للB2، هنا راح تعتبر 12. حاليا راح ننفذ بعدها اول وحدة 7، B1 قلنا نفذناها 7، بعدها شنو راح ننفذ؟ B3. ايش قد B3؟ بيرس تايم لها 1، راح يكون 7 زائد 1 8. نفذ B2. ايش قد بيرس تايم لها؟ 4.
راح تكون 8 زائد 4 12. بعدها البي 4 ايش قد البيرس تايم لها؟ 4 12 زائد 4 16. اذا راح تصير عندي كل العمليات جاهزه هنا ونفذتها حسب ال HJF with arrival time. ان شاء الله تكون واضح هذا الفيديو. اذا ما واضح عندكم تقدرون تعيدون الفيديو اكثر من مره حتى تفهمون، لان اهم شيء تفهمون النظري. حتى من نجي نطبق الكودينج راح يكون جدا سهل. راح نطبق اول شيء نرتب على اساس ال arrival time، بعد ننفذ اول مهمه البي 1، بعدها نجيب بقيه المهمات نرتبها على اساس البيرس تايم، بشرط انه يكون هذه المهمات اصغر او يساوي السي بي يو، الرايفل الهن اصغر من السي بي يو، وبعدها نرتبهن بالتسلسل. تمام، ونعيد. طبعا من نوصل للاخير، اذا بقت عندي مهمه انه مو اصغر او يساوي السي بي يو، هنا راح يحدث عندي حاله اسمها السي بي يو ديول. طبعا هذا راح ناخذها بغير درس ان شاء الله. اهم شيء عندنا هسه هذا الدرس انه تفتهموه على هذه الاعداد.